كلام غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، صحة لاباس، اموركم بخير وعلى خير. اليوم ماشي الصباح، هذا راه المهم ابخي ميدي. المهم خليكم معايا، غادي نديرو، غايجيو عندنا شي ضياف وهانتوما معايا. يلا ماما حبيباتي، دابا ماما غادي راها كي كتشوفوا ليها راه كتصاوب المروي. انا غادي نصاوب واحد الكيكه، كيكه ديال التفاح. ممكن كتشوفوا هنا دهنت المول ديالي، دهنتو بالزبده والطحين وجدته هو الاول. هنايا راني قطعت التفاح ديالي. المهم بلاتي نوريكم المقادير هما الاولين اللي دايره. هانتوما البنات، عندي هنايا جوج خمارات حمر، هادو ديال خمارات حمر، عرفت اللي جيت المغرب كنقول خمارات حمر، 800 غرام ديال 8. وهنايا وحده ديال فاني. هنا عندي هادو جوج كيسان ديال العنبه ديال الطحين، هذا كاس ديال السنيده، هذا كاس ديال اللبن، وهذا كاس ديال الزيت. هنايا اربعه ديال البيضات صغيورين، الا كاينين كبارين غنديو غير ثلاثه حيت انا درت هذا البيض ديال الصباح. وهنايا البنات شويه ديال الخل، ضروري راكم عارفين الخل، وغادي ندير شويه ديال الملح. غنجيب الملح نسيتها. المهم هانتوما كتشوفوا دابا غادي نضيف الملح ديالي هنايا، غادي نضيف عليها ان شاء الله هاد اربعه ديال البيضات ديالي. خليت منها غادي نحطها في بلاصتها. غادي ندير هاد الكويس ديال الزيت حتى هو، كويس ديال سنيده، كاس ديال اللبن، واحد فاني، والقليل من الخل. صافي غادي نطحنهم. من بعد ما طحنتهم البنات غادي نضيف لهم هاد الطحين ديالي. ما نديرش الخميره، الخميره في الاخير ما نديرهاش في مومينيكس باش ما تهبطش. وغادي نعاود نطحن، نطفي وعاود نرجع لكم. صافي الكبار كي كتشوفوا هانتوما هو طحنتهم بلا خميره. دابا عاد غنضيف له البيكينغ باودر. صافي البنات دابا غنضيف عليه، هي عادية البنات، هي بالبرد ديال البنات الكيك بشي صراحة زوينة، شو حتى اللون كيعطيها فن. صافي أنا ماما كتستعملها غير البرد ديال البنات، هي البرد البلدي كتبوش، غير ديال الرومي بحق الدجاج. الدجاج ما كتبغيش تاكل بلدي، كتبغي غير الرومي حيت كتاكلوها مع جداتي الله يرحمها. قالوا لي اش قالوا لي البنات، قالوا لي جات فيك الموز، قالوا لي جيتي جيتي ها هو رجع فيك الضبط. صافي مي يكون عليا باش عاوتاني ما نطيحش الله. وهاني تلاقاني كيقول لها ايوا هانتي ها هي ولات مزيان، ها هي ولات، هي ولات مزيان، حيت واش كاين شي واحد كيقدر يفاق والدي؟ واش اللي كيقدر يفاق والدي؟ حنا كنشتركو كنبقاو محتاجين والدينا. عباد الله نزل هادشي ما شاء الله لكم. صافي البنات هانتوما كتشوفو دابا غنزل التفاح ديالي هاكا على الواجهة. المهم غندورو كامل وصافي، وغادي ندخل الفران البنات. ماما عندها غير الفران عادي، ما عندهاش الفران ديال الضو. قالت لي حتى تجيبي ليا
نجيبو الكمونتي علاش لا. كنت مريضه البنات صراحه، كان هاد لي سولد هادو ما مدخلش فيهم، كنت مريضه وما مشيتش. ثم راني باغا نشري لها ميكرون زوين، باغا نشري لها نمشي لها فران، حقاش ديجا شاريه فران من هنايا ما زدت ليهاش زوين. هو فين هو بعتي؟ اي ديتو لدار عكوزتي الصح. اي صافي درت لدار عكوزتي وجبت واحد من دار عكوزتي درتو هنايا انا عندي في داري صغيره صافي. عاد عطات السكات عقلتي المهمه. ايوا دابا غنتسنى حتى اللي صولد دابا عندها، يعني ماشي واقفه واقفه عليه، تنصولد ان شاء الله الا بقينا في العمر البنات ديال شهر 7 ونشري لها ميكرو اوند ونشري لها فران. كتعرفوا هذوك اللي كيكونوا ماركات زوينين كتشريهم في السوق، كتشريهم ناقصين الثمن شويه وها هو معاك صافي البنات. المهم انا نكمل هاد الكيكه ديالي وغادي نرجع معاكم صافي البنات. المهم ها هي كي كتشوفوا، دابا غادي ندخلها للفران ديال الغاز. المهم مهلا عليه انا الغاز، ما يعني ما غاديش نقول لكم انا كيفاش، راه مهلا عليه وغادي نخليها حتى تطيب ونرجع معكم. ودابا البنات ماما اللي غتورق الملوي دابا، هذوك راه جديدات ماما، ها جديدات يا البنات. ماما غتصاوب لكم، قولي ماما السلام للبنات. السلام عليكم البنات، دايرين لاباس؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم. مرحبا بكم. كتحشم ماما البنات كتحشم، ولكن معايا كتعاطى. انتي ما تعاطاش معاك هي كتحب الخير، انتي عزيزه وغاليه. واحد حتى انتي المهمه عزيزه وغاليه. مثلا ماما ما كديرش الملوي، داك الملوي مزايد اللي كيبجبج، انتي ما كتورقو ولكن راه فيه الزبده كي ماشي بزاف غير القياس. الزبده بلديه هذه ماشي، انا ما كنديرش الملوي بالزبده العاديه، كديرها الزبده بلديه. ماما البنات كلشي ها الزبده بلديه، البيض بلدي، كلشي قالك البلدي. بحق ماما واحد الحاجه، الدجاج ما كتبغيش بلدي. ها الدجاج ما كتبغيش بلدي، لا انا كل هنا كتاكلي كلو مع امي الله يرحمها. ودابا ما بقيتش كنجيبو على ودكم، دابا غير اللحم بس لما كياكل لا الرومي لا البلدي. انا ولدي كياكل غير اللحم، ما كياكلش كاع الدجاج، عمرو كلا في حياته. انت جيت عندك عاد دابا كتقول لي ماما الا غناكل الدجاج نمشيو ناكلو في الزنقه، وانا ديت كليتيه في الزنقه. هانتوما البنات هانتوما، الزبيدة فاش ما كطيبي كيطلق ديك الزبيدة كتكون شادة راسها كطلقيها، هو الملوي ديالي أنا. الرغايف الرغايف كندير المدور وكندير هذا. دابا دابا نشارك معكم البنات المدور دماما، نشارك معكم خمرات، نشارك معكم عندها المخمرات البنات، وما نكذبش عليكم خطاط خطاط كيد مفخخين. وانا دابا نشارك معكم كلشي ديال الطبخ صراحه. دابا انا كنقولها ما ديريش ما ديريش، راني باقا باقا فيا هذيك هذيك الشغي الشوق غير الخروج، ما بغيت حتى حاجه تاع الدار دابا هاد الساعه. قلت لا لا بلاتي بلاتي. ايوا دابا ما عندنا الضيافه، راه ناضت الدير باش كيجيو الضيف، كل نهار كيجيو ثلاثه اربعه يعني ضروري. واليوم عمامتها وخالتها هي اختي، الله يخلي ليها ليا خذها ليا امين. هي ملي مشات الوالده هي كتحنى ليا ونحنى عليها. خالتي رابحه ها انت اللي قال خالتي رابحه، كتخلي لك اختك التحيه من قناتي ها نتوما. يلا سلمي 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 على ديالك كاملين. يلا كنسلم على عائلتي ونسلم على بوشي ديالي بوشرا هاك وعلى من اخر ماما جات جات هنا كنسلم على سميتها البنت اللي في طاليان مينا. مينا هانتي كذا مينا. نسلم على صحاباتك بزاف واخا ما كنعرفهمش. ماما نسيتي واحد الحاجه شكون؟ اه شوفي نسيتي. كنسلم على ولدي نزار ونسيبي ليزيد لا وشي حاجه اخرى.
ماما جات تسلم. شكون الزوينه نسيتي ويني ويني ولي تقتلك؟ شكون؟ هولندا. السوم. ويني ويني اسمع جاوبي كنسلم على السوم ديالي هي بنت اختي العزيزه. ويني 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 كتغتقتلك عزيزه عليا بزاف. صافي ما يبقى حتى واحد الحال فيها عندك هي وليداتها وراجلها. زبراتها قلتها تسلم هنا. سمحوا لي الا غلطت الا نسيت شي حد. انا ما مولفاش على هذا الشيء. كنخدم في الكوزينه بوحدي وسالتها. انا معايا حتى واحد غير انا ولدي. يلا البنات غير تكمل وانا نرجع معاكم. حليها ماما انت هي يشوفوها. شو البنات كي كيجي؟ كمل مورا. تاها بدات كطيب. خاوي. عطيك الصحة ميمتي. كل واحد كيحماق على ماكلة ميمتو سبحان الله. واش المهم خضرك ام العسل؟ العسل الحرة البنات شوفوا العسل الحرة كي دايرة. صافي المهم انا صدقت البيض جبدة بلدية هنا السكر هنا الزيتون المهم. وما انتم معايا يلا صافي البنات الكيكه ديالتي ها هي كي كتشوفوا العظيمه اللي تبارك الله. وهذه هي الكيكه ديالي البنات من قلبات ها هي قلبتها. المهم هنا دهنتها البنات بهذا الكونفيتور ديال البرتقال ما نقولش الليمون حيت كاين اللي كيقول له الحامض. المهم صافي هانتوما شوفو كي كتجي كتجي غزالة ما شديتكم فيها وكتجي كاملة كتنفشفشة. المهم صافي قطعها البنات ونوريكم هانتوما بحال بديت كنوجد راكم عارفين باش منين بزاف يجيو عندك صافي تجلس ماشي عاد تبقى تبقى غادي كدير الحاجات. صافي البنات المهم ديالنا جاب دابا غادي نحط الطبيله. المهم غنقول لكم حتى لهنا تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم ما نطولش عليكم. سلامه.